فضيلة الشيخ، المسافرين إذا سافرنا لا يوجد الناس يصلون، ما أدري إمام مقيم أو متم، تارة ينوي القصر فإذا هو يتم، وتارة ينوي الإتمام فإذا هو يقصر، إذا لم يحد من تكبيرة الإحرام. نعم، فما هو الوجه؟ الحكم بذلك أن ينظر لظاهر الحال، ينظر لظاهر الحال. فمثلا إذا كان هذا المسجد على الطريق، فالغالب أن الذين يصلون فيه مسافرون فينوي القصر. وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون مقيمون فينوي الإتمام. طيب يا شيخ، لو نويت القصر ثم تم الإمام ما يضر، أتم معه. ولو صليت حتى الركعتين الأخيرة من العصر، الركعتين الأخيرة صليت معه، ثم أدري هو سلم يتم ولا القصر؟ أما قلنا انظر للظاهر، ما هو الظاهر من هذا الإنسان؟ مش في المسجد، إذا كان المسجد على الطرق أو في المحطات، محطة البنزين، فهذا الظاهر أن الذين يصلون مسافرون فتنوي القصر. فإذا تبين، فإذا أتم فأتم، يعني مثلا لو دخلت معهم في الركعة الثانية وبنيت على أنه مسافر وأنه يقصر ثم أتم، فإنك تتم، إذا سلم تأتي بركعة. جزاكم الله خير. نعم.